وفي حوار خاص أيضا للزميل كامل يوسف مراسل قناة سي تي في، تحدث نيافة الحبر الجليل الأنبا سربامون أسقف عطبرة وأم درمان وشمال السودان عن يد الله التي تعمل داخل جنوب وشمال السودان وانتشار الكنيسة وخدماتها المختلفة، مقدما الشكر لله على عمله لنشر كنيسته ودخول العديد في الإيمان الأرثوذكسي. متابع. أشكر الله، تم افتتاح عمل رائع عبارة عن منطقة يعني تعتبر نائية في جنوب السودان، ولكن ربنا تمجد وتم فيها عمل مدرسة ومستشفى وعمل ملجأ، وضعنا حجر أساس لكنيسة جديدة. يعني حسينا يد الله تعمل وتعمل بقوة حقيقة في المكان اللي احنا موجودين فيه. يعني شاهدنا الكنيسة الرائعة، كنيسة ست العذر والأنبا إبراهام، والمجهود الرائع ودخول أبناء منطقة الجنوب في الأرثوذكسية بأعداد هائلة، والقوة والنشاط والحماس والغيرة والترانيم الحلوة الجميلة والمعلمين والمعلمات، الكلمات الحلوة اللي بتعبر عن الطقس والعقيدة واللاهوت. شغلانة كتيرة، كدي فرحانين وكدي مبسوطين. نشكر ربنا في الشمال، لا ننسى عمل ربنا معانا. يعني عن عدم استحقاق نشعر بيد الله الممدولة بالحب. يعني كان يعني نبتة صغيرة ولكن بدت تعلن شجرة كبيرة تتآوى تحتها النفوس التعبانة والنفوس المستضعفة.